And we are closer than we've ever been. I don't want to jinx anything, but as my grandfather said, with the grace of God, good little neighbors, a lot of luck, we may have something. But we're not there yet. But it's much, much closer than it was 3 days ago. So keep your fingers crossed. Thank you. كان نفسها تشوف شهادات الميلاد يعني تعاونهم، فكنت انا امزح معها انه انا سميتهم غير الاسامي اللي انت بدك اياهم وكذا، بس انا سميتهم زي ما هي بدها يعني. كنت ارن عليها انه اطمنها انه انا سميتهم زي ما هي حابه انا اسميهم. فدخلت جوا لقيتها مكفنه والاطفال واحد مش مبين له اي شيء، كانوا رافضين يخليني اشوفهم. صممت ان انا بدي اشوفهم يعني وعيهم لسه ما لبسوهم، والله ما لبسوهم لسه، هي لسه زي ما هم، ايوه. تزوج في يوليو تموز عام 2023، وكان موعد سفرهما إلى مكان إقامة الزوج في الإمارات يوم 12 من أكتوبر تشرين الأول 2023، وبسبب العدوان على غزة لم يستطيع السفر واضطر إلى النزوح من غزة إلى رفح. كانت زوجتي في بداية أيامنا في رفح، كان اكتشفنا أنه هي حامل يعني، وبعد فترة اكتشفنا برضو أنه هي حامل في توأم، فكانت فرحة الله بيعلم فيه يعني كتير حلوة. اختارت التطوع في أحد المستشفيات حتى حان موعد ولادتها في 10 من أغسطس آب 2024. عصرات الفجر ولدت، يوم استشهادها قبلها بيوم يعني روحت على البيت. ثاني يوم أنا رحت أجيب شهادات الميلاد، جاني اتصال إنه محمد أنت وين؟ قلت له أنا من واحد عندنا في المنطقة نازح، فبقول له أنا إن شاء الله الأقصى والله. قال بدي إياك شوي، قلت له بس خليني شوي والله بدي أودي بس الأغراض على البيت هيك، أودي شهادات الأطفال. مبروك وكذا، بس محمد أنت قصفوا البيت تبعك. طب مرت أولادي صرت أزعق بشكل هستيري. تعود شهادات الميلاد، أيوه تعود والله. فالناس التمت علي فقالوا لي أنت اللي الأم والأولاد؟ أنا على باب المستشفى بقول لهم آه، قالوا لي هيهم هيهم جوا جوا تعالوا. آسر وآيسر تعبت كثير لحتى تلاقي اثنين نفس يعني نفس الوزن، كنت بحاول قدر الإمكان إني أفرحها وأفرح الأولاد إنه ما أخلي شيء يرقص عليهم وكذا، كنا كل قطعة من هذول وراها حكاية، كل قطعة إن شاء الله يجمع فيهم بزر. الدنيا سودة ما في حياة، ما في حياة، ما ضل لي حد، الحمد لله رب العالمين.
la risposta è dentro di te, è però è sbagliata.